معروف ان جمهور النادي الاهلي او الجمهور المصري هو افضل جمهور في العالم بالنسبه لنا، احنا افضل جمهور في العالم، وهيفضلوا في ظهر فريقهم. جمهور النادي الاهلي هيفضل في ظهر فريقه لغايه اخر لحظه. فان شاء الله نجد، ان شاء الله الامن يسمح بوجود، ما اعرفش لغايه دلوقتي لم يتم الامر، ولكن النادي الاهلي طالب بسعه الاستاد القاهره كامله، وان شاء الله ده يحصل. وبالمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم، 20,000 متفرج في مباراه ملاوي، المباراه الرسميه الاولى لفيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني. اتمنى ان يكون هناك 20,000 مواطن مصري في ظهر منتخبنا. على الجانب الاخر، المنتخب الاولمبي اللي كام يوم، العشر ايام دول منتخب مصر الاول، المنتخب الاولمبي ثم النادي الاهلي. المنتخب الاول تم الموافقه على 20,000 متفرج، وانا متاكد ان شاء الله احنا هنلاقي 20,000 متفرج في مباراه المنتخب الاولمبي، وهي الاصعب من وجهه نظري، اصعب من المنتخب الاول. تم الموافقه على 25,000 متفرج. اتمنى ان انا اجد 20,000 متفرج في مباراه منتخب مصر مع ملاوي، واتمنى ان انا اجد 25,000 متفرج في مباراه المنتخب الوطني الاولمبي المصري ضد منتخب زامبيا الاولمبي. واتمنى ان انا اجد 70 او 80 على حسب سعه الاستاد ان شاء الله في مباراه الاهلي والهلال. يعني فاعليه كتف بكتف تدينا ثقه كبيره جدا في اللي بيحصل. ثم ان شاء الله مباراه منتخب مصر ومنتخب ملاوي، ثم مباراه منتخب مصر الاولمبي ومنتخب زامبيا. بعد كده ان شاء الله ان شاء الله نختتم اسبوع او 10 ايام ناجحه بالنادي الاهلي وصعوده للدور اللي بعد كده، من خلال وجود 70-80,000 متفرج في الاستاد في هذه المباراه المهمه جدا جدا جدا. ولكن طبعا ده ما بيبقاش قراري، ولكن الامن هيقول 10 هنقول ماشي، الامن هيقول 20 ماشي، 30 ماشي، ولكن احنا امنياتنا ان احنا نجد الاستاد متفول. عايز اشوف الاستاد كله احمر بعلم، علم مصر وعلم النادي الاهلي. ان شاء الله نجد هذا لو تم الموافقه على سعه والنادي الاهلي بيسعى لهذا الامر الحقيقه. والامن ايضا اعتقد ان احنا عندنا يعني نقدر نعمل افضل من كده كمان، لان احنا عندنا امن قوي جدا جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم، نجاح كبير في فعاليه كتف بكتف، ان شاء الله يبقى في نجاح كبير في مباراه الاهلي منتخب مصر ومنتخب ملاوي، ونجاح ان شاء الله يستمر في مباراه منتخب مصر الاولمبي مع منتخب زامبيا، وان شاء الله النجاح يكلل في النهايه بمباراه الاهلي مع نادي الهلال.